بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا مرض الضغط ده يعتبر من الامراض الشائعه والمنتشره عالميا وفي جمهوريه مصر العربيه. ومرض الضغط يعتبر بدون شكوى، يعني حتى بيسموه القاتل الصامت او القاتل الخفي. ولذلك يجب على يعني اي انسان فوق سن الـ40 او فوق سن الـ50 لازم يبقى عارف الضغط بتاعه ايه ويقيس ويعرف الضغط ايه. والله لو بدا يبقى الضغط يرتفع، احنا بنقول ان الضغط المرتفع ده 140 على 90 او اكثر، لو وصل معدل الضغط الى هذا يجب ان يقيسه اكثر من مره. لو معظم القرايات مرتفعه يبقى لازم هيستشير الطبيب بتاعه اللي هيقرر اذا كان هيبتدي علاج دوائي ولا مش هيبتدي علاج دوائي. لو كان القرار بناء على الابحاثات وبناء على الكشف على المريض وجد الطبيب ان المريض ده محتاج علاج دوائي، يبقى لابد ان هو يستخدم العلاج الدوائي، يتابع مع الدكتور بتاعه لتثبيت الضغط. من النقط المهمه جدا الغذاء في منتهى الاهميه. لابد ان يبقى الملح قليل في الاكل، وبنصح بعدم استخدام المخللات او يرش ملح اثناء الاكل، لان في علاقه مباشره في بعض مرضى الضغط ما بين ارتفاع ضغط الدم والملح الزايد في الطعام، فلا بد مراعاه هذا. نمره 2 الوزن، مهم جدا الوزن وله علاقه بالضغط. كل كيلو جرام من الوزن بينزل بيساعدني لتظبيط الضغط يعني كويس جدا، بحيث ان لو رياضه، نقص وزن، تقليل الملح في الاكل، استخدام الغذاء الصحي، كل ده ممكن يغني المريض عن استخدام العلاج الدوائي، وممكن يغنيه عن استخدام دوائين الى دواء واحد. فمهم جدا اتباع يعني زي ما بقول النظام الصحي الرياضي. دي نقطة مهمة. النقطة الثانية المهمة ان طالما ان في ضغط ثابت، وطالما ان الطبيب قرر اعطاء دواء عن طريق الفم للمريض، يبقى لابد ان احنا نلتزم بالعلاج الدوائي، نتابع الضغط. ولو الضغط انظبط لابد الاستمرارية على علاج الضغط، لابد، لان ده علاج مدى الحياة وممكن في اوقات معينه بنستخدم دوائين ثلاثه، ممكن في اوقات ممكن انزل دواء واحد، ولكن المبدا ان ما نوقفش العلاج بنفسنا، لان توقيف علاج الضغط فيه خطوره. وانا بقول دايما ان انت اول ما تاخد علاج الضغط ظبط ضغطك تقدر تحمي المخ، القلب، الكلى. وطبعا بدعو للجميع بالشفاء، وزي ما بنقول الوقايه خير من العلاج. وشكرا.